مرحبا بحضراتكم في الفقرة الأولى، وزي ما كنا بنتكلم مهم جدا إن احنا نتعلم كيفية حساب السعرات الحرارية اللي محتاجينها يوميا، وإزاي كمان يعني نحرق السعرات الزيادة اللي ممكن تؤدي لزيادة وزننا. خلينا نعرف التفاصيل كلها من ضيفتنا العزيزة جدا، مش أول مرة طبعا تنورنا، دكتورة رضوى نبيل أخصائية التغذية العلاجية. بونجور. صباح الخير. بونجور. النهاردة بقى احنا مش هنتكلم بس، احنا هنحسب وهنعمل دراسة. أيوة. وهنشرح للناس كده حتى عملي يعني، فاحنا سامعينك بقى، ركزي بقى. أيوة. ركز. صباح الخير. خلينا الاول نفهم الناس اللي احنا هنتكلم على ازاي اعرف احسب السعرات اللي انا باخدها في اليوم، وهل السعرات دهيت بتخسسني ولا بتزودني ولا بتثبتني. طيب كويس. تمام. جدا. حلو جدا موضوع تثبتني دي، لسه كنت بتكلم معاكي فيها فعلا. صح. فاحنا القانون بتاع الطاقه بيقول ايه؟ بيقول ان الطاقه اللي مفروض داخله تمام تبقى اقل من الطاقه اللي احنا بنحرقها الخارجه، اللي احنا بنستهلكها في الهضم وفي التفكير وفي الاكسرسايز او الحركه. كل ما الطاقه اللي داخله تبقى اقل من الطاقه اللي خارجه اكيد هنخس. اوكي. الطاقه اللي داخله اقل من الخارجه. من اللي خارجه. وعايزه اقول لك ان اي نوع رجيم معتمد على القانون ده، ان اللي داخل لازم يبقى اقل من اللي خارج. اوكي. طيب احنا اساسا بنحرق ازاي؟ بنحرق في ايه؟ الدوريه دي عامله زي الكيكه. اوكي. القطعه من الدوريه او قطعه من الكيكه دي تمام اخده اكتر من 50%. تخيلي ان ال 50% من حرقنا في اليوم معتمد على الاعضاء زي المخ، الرئه، القلب، الكبد، العضلات. ده مش الاكل بقى. مش الاكل خالص. دي معلومه جديده. كل الناس فاكره ان انا لما اجي اكل اقل هخس اكتر. ماشي، ما انت كمان لازم تحرق اكتر، وحرقك 60% منه معتمد على اعضاء وزنها في جسمي اقل من 5%، يعني وزنها خفيف خالص. غريبه قوي. طب يعني النفس ممكن يفرق في ان انا اخس؟ طبعا. بس ايه اللي بيزود النفس؟ الحركه. الحركه. وعشان كده اكتر حاجه متغيره ما بين شخص والتاني هي الحركة. أوكي. لأن أنا زي ما قلتلك اللي 60% دي معتمدة على حرق، والأعضاء اللي هي تشتغل زي أعضاء إيه تاني؟ المخ، الرئة، القلب، الكبد، والعضلات. تمام. وعشان كده 60% دي معتمدة على الكتلة العضلية بتاعتنا. نيجي بقى للجزء ال 10% ده هو معلش ده اختصار إيه؟ بي أم آر. بيزل ميتابوليك ريت، أو معدل الأيض البسيط اللي هو انت بتعمليه، انت بتحرقي وانت نايمه. الافريج بتاعنا مثلا وانت يعني نايمه كمان. كمان. يعني انت بتحرقي كل كميه الطاقه دي وانت نايمه. طيب. فما بالك بقى لما تتحركي. أوكي. تمام. عايزه اقول هنا هوت اللي كل ما الكتله العضليه تزيد كل ما حرقنا هيزيد، لان اللي هو الجيم بقى بطبيعه الحال بصراحه يعني. كل كيلو عضل من جسمي بيحرق 80 سعر في اليوم. كل كيلو عضل بيحرق 80 سعر. من 50 ل 80. بس في نقطه هنا، لان في ناس بتروح الجيم وتخس بس تيجي اللي هي الان بادي اللي هو فيه كده حاجه اسمها ان بادي، بيقيس كل حاجه في الجسم. بالظبط. انا حصلت لي، فبعد ما رحت الجيم فتره لقيت العضلات قلت، يعني فالترينر بيقول لي ازاي كده؟ قلت له ما انا باجي. اقول لك ما انا باجي ما اعرفش ازاي. اولا الان بادي او اللي انت تقيسي على الميزان لازم يبقى قبل التدريب. ما كان قبل. شاربه ميه كويس، ما تبقيش شاربه قهوه في نفس اليوم، ما تبقيش جايه ماشيه للجيم. يعني ايه لو لازم ما تكونش عامله اي مجهود قبلها. اوكي. تبقي حضرتك مش فطرانه يعني قبليها بثلاث ساعات، اوكي، لكن مش اكله وجبه جامده وطالعه على الميزان، سواء ميزان عادي او الان بادي. بالذات الان بادي. يعني احنا لو خسينا والعضل معانا خس، دي كارثه اصلا. يبقى في حاجه غلط في الان بادي، في طريقه قياسانك وتوقيت قياسانك. اوكي. ما يبقاش عندك دوره، ما يبقاش عندك امساك، ما يبقاش عندك غازات، كل يعني الكلام ده لازم يكون وقت معين، ولازم يكون بشكل معين. لو معين. بقى كل حاجه معين. تمام او سليمه، بس في نفس الوقت في نقصان في الكتله العضليه، يبقى هنا ساعتها بقى لازم نعمل تحاليل. يبقى ثلاث حاجات ممكن انت تكوني مش عاملاهم صح كمان، عشان العضل محتاج ميه، محتاج بروتين، ومحتاج الجيم، محتاج الحركه. طيب خلينا نكمل. خلينا نكمل. فقلت لك زي ما قلت لك ال 60% ده انت بتحرقيه وانت نايمه. تمام. تعالي على هنا بقى، ده الاكل اللي احنا بناكله. احنا بناكل بروتين وبناكل نشويات وبناكل دهون. الدهون عشان تتهضم
بتاخد بس 5% من طاقة جسمنا، على عكس النشويات تاخد من 5 ل 10%. البروتين ياخد 30% طاقة عشان يتهضم، عشان كده بنقعد نقول البروتين مهم. أوكي. مهم. ده بقى الفيزيكال اكتيفيتي او الحركة. كل الناس تقول لي مش عايزة اروح الجيم، مش قادرة، مكسلة. شايفة بقى ان هنا ده الجيم او ده الرياضة، وده حاجة اسمها نون اكسرسايز اكتيفيتي ثيرموشينيس، اللي هو بخس فيها برضو يعني هنا الحركة بقى. يعني بيقولك ليه حركة بركة، لان كل ما حضرتك هتقومي تنظفي الشقة، هتقومي تعملي حاجة في البيت، هتقوم حضرتك تسلم على عميل اللي قدامك وبعدين تقعد، هتقوم حضرتك تاخد حاجة من الكافيتيريا مش الأوفيس بوي هو اللي يجيبها، الحركة فيها 10% برضو. واخد بالك؟ فكل ما احنا هنتحرك اكتر هنحرق اكتر. اوكي. تمام؟ المعدل الحرق ده بقى تمام مختلف عن من واحد لواحد في السن، في الحجم سواء بالطول او بالوزن، مختلف عن كمان عن طريق النوم، هل بتنامي كويس ولا لا، لان اللي ما بيناموش او ما بيكملوش 5 ساعات متواصله تلاقي الحرق عندهم قل ل 20%. دول اكتر ناس بيبقوا رفيعين على فكره، يعني اكتر ناس بجد ما بتنامش كويس هم اكتر ناس رفيعين. طب ازاي؟ ممكن يكون الشخصيه اللي انت قابلتيها وما بتنامش وفي نفس الوقت رفيعه، هي طول اليوم بتتحرك. فده بيعوض. بيبقى ممكن عندهم هايبر اكتيف، اصلا بيبقوا عندهم هايبر اكتيفيتي ولا لا؟ صح، الهرمونات بقى هايبر اكتيف. يعني عامه هايبر اكتيف قصدك الحركه زياده ولا النشاط الغده زياده؟ لا لا، حركتهم حركة زيادة. فمن كتر ما هم هايبر ممكن يكون ده سبب ان هم دي تعود ال 20% اللي هو بتاعت عدم. طب احنا لو عملنا بالبرسنتج، يعني لو كتبنا هنا كام بيرسنت كام بيرسنت كام بيرسنت عشان الناس برضو تبقى عارفه، ده 60%. اوكي، ده بنتكلم من 5 ل 10%، وده 10%، وده 20%. فرجعتي تاني، ده مهم، ده الاساس، وده بيختلف من شخص للتاني عن ايه، السن، الحجم، الكتله العضليه، الهرمونات. على طول انت في ستريس هتطلعي الكورتيزول وهتحرقي، بس وهو بيحرق او هو بيزود معدل الحرق بتاعك، هو بيكسر للاسف في العضلات وبيخزن ميه، فتلاقي الواحد الاستريس كبير. بس هل وصل شويه؟ انا بالنسبه لي شويه وصل، بس هي القصه ان انت عايزانا على طول، او دكاتره يعني بنصحوا دايما على طول نبقى في مود حلو، يبقى مزاجنا حلو، يبقى بنمارس رياضه، تبقى صحه، بننام كويس، يعني حاجات برضو البني ادم الطبيعي بالحياه والضغط، بالحياه والضغط صعب ان انا اعملها. يعني برضو عارفه اللي اقول لك اطلب المعقول. أيوة. يعني فبرضو ازاي ممكن اسهلها على الناس دلوقتي بتتفرج عليا، ان انا ما اقدرش اطلب منهم الكمال، مفيش كمال. صح، مفيش كمال. ازاي نساعد الناس برضو مع الظروف دلوقتي؟ صعب جدا. افصلي يوم واحد، يعني ايفن لو انت واحد بتتمرن التمرين ده، ظروف بتعمل ضغط عصبي، هو ده. فمش يعني ما ينفعش تروح 7 ايام في الاسبوع، لا، هتروح 6 ايام وهتفصل يوم. ده الجيم. لازم نفصل يوم. ده في الجيم او في الشغل او في الوجبات المنزليه، لان كل العوامل دي عوامل ستريس وضغط. فافصلي على الاقل يوم، اليوم ده هوت لا خلاص بقى، ابعدي كل حاجه وحاولي تعملي الحاجه اللي انت بتحبيها. كويس جدا. محضر لنا ايه تاني؟ اقول لك. انا بعد ما دوشت حضرتك والناس شرحنا يعني الموضوع من اساسه، نقول اسهل طريقه احسب بيها السعرات دهيت، اللي انا اضرب وزني، وزن المشاهد في 22، وليكن مثلا المشاهد في 22 قدامنا حد 200 كيلو لا 100 كيلو. 100 كيلو تمام، في 22 هيطلع كام سعر؟ 2200. ده يوميا. ده يوميا، ده لو هو عايز ايه؟ يثبت. اوكي. ده لو عايز يثبت. اوكي. عايز يخس هيقل 500، وعايز يزيد هيزود 500 سعر. بس كده يعني وزن حضراتكم في 22، واللي هيطلع هو ده السعر الحراري اللي بتحتاجوه في اليوم، عشان كان حد بعت لنا السؤال ده في اول الحلقه بيسال نحسبها ازاي. كويس جدا. لو هنا بقى عايز اخس، فانا اقلل كام من ال 2200؟ 500 اللي هي حوالي قد ايه؟ 20 25. لكن لو قللت الألف مثلا سعر، او قللت اكتر من 25%، ليه بقى؟ لان انا جسمي هيقلل خالص الحرق، هيقلل ده. هيقول لك انت محسسني، او يعني انت مقعدني في مجاعه، تمام، طيب هخزن. يبقى انا بالظبط، وهقلل خالص المعدلات الايض او التفاعلات اللي في جسمي. طيب دي نقطه كويسه. لو هروح لنقطه تانية، عايزه اشوف طولي
مع وزني المثالي بكام. اه نحسبها ازاي بقى؟ هنقلب. اه حلو قوي. بنتكلم على يا جماعه خديني انا هاي. مثلا مثال ريش. انا 170 طولي و ما تسالينيش في... وزنك. لا مش هسالك طبعا. احنا هنحسب الوزن المثالي. نسبه الدهون قد ايه؟ نسبة العضلات قد ايه؟ دي لازم اعملها. والمية دي اهم من الوزن، ان انت ممكن تبقي زي بيج رامي كده وزنك عالي جدا لكن العضل هو اللي اعلى، هو اللي مزود الوزن. تمام؟ يعني ممكن بيج رامي ده يبقى معدل كتلة الجسم بتاعته في 35 وهو بالشكل الجميل اوكي. وفي نفس الوقت واحد وزنه 130 كيلو والمعدل لكتلة الجسم بتاعته 35 برضه. يعني يا جماعة انت عارفة انا فعلا لسه النهاردة الصبح وانا بقلب كده في الاخبار بحب اشوف كده ايه اللي بيحصل. يعني شفت صورتين حاطينها لواحد 80 كيلو، شفتيها اللي كانت نازلة النهاردة؟ حد 80 كيلو بكرش وحد تاني 80 كيلو سيكس بادي بيلدر. فقال لك انت مش قصة وزنك كام، انت فعلا يعني الان شيب او تفاصيل وزنك هي اللي عاملة ازاي. فبنتكلم للسيدات. يا رب خطي يبقى حلو. لا ده احسن مني من بره. لو شفتي خالص بنتكلم مفروض نسبه الدهون تبقى 27% ل 33%، ده لما تعمل تحليل الجسم اوكي من ان بادي. حلو اوكي جدا. للرجال بنتكلم من 15% ل 25% دهون. اوكي يبقى دي بنتكلم في الفات هنا بالظبط. شفتي الخط؟ ايوه. اطفال. اوكي دي نسبة الفات. دي نسبة الدهون. طب الوزن مع الطول كده دينا افريج، يعني بغض النظر عن الكتلة العضلية النظرية بتاعت اللي انا اطرح من طولي 110 في الستات و100 في الرجالة دي ظالمة. ظالمة لان انت مش بس بتتكلمي على واحدة موديل، لا دي انت كمان بتتكلمي اللي انت هتقللي العضلات. ما انت عشان توصلي للوزن ده انت عشان توصلي ل 60 كيلو. يعني لو انا 170 يبقى انا المفروض ابقى 60 كيلو. اه ده لو انا عايزة ابقى موديل. 60 كيلو ده هيبقى فيه المعادن الصح، العضلات الصح، الميه الصح. مش شرط. فاهماني؟ مش شرط. فالاهم هو نسبه العضلات، نسبه الدهون، ونسبه الميه. اوكي طب انا عندي سؤال، لان ده كتير ناس بيطرحوه او لانه بيحصل لهم. انا ابتديت اروح الجيم اوكي وابتديت امارس رياضه بانتظام وابتديت اظبط اكلي على الصعيد الاخر بس انا ما بخسش على الميزان. اوكي اي تثبيت هيثبتك؟ ما هو ده مش تثبيت. انت رايحه الجيم يا اما هتزودي على الاجهزه الاوزان اللي انت بتلعبيها، يا اما هتزودي المجاميع اللي انت بتلعبيها، يا اما هتزودي الاعداد بتاعه المجاميع الساتس. الساتس بالظبط. تمام طيب. ولازم تريكورد، لازم تدوني انت كل يوم بتشيلي وزن قد ايه وبتلعبي كام مجموعه. يعني اللي هيخسسني هو ان انا ازود. لازم نزود. ما هو انت عايز تزودي الحرق بتاعك يا اما هتقللي الاكل. تقليل الاكل ممكن يكون تقليلك للاكل انت اساسا مقلله كل حاجه. اوكي يبقى انا لازم ازود الحرق بتاعي. واخده بالك؟ طب هل ليها مثلا مشكله اخرى غير ان انا يعني لو انا لات سي بعمل ده وبرده ما بخسش، هل ممكن يبقى فيه طبعًا مشكله في الهرمونات، مشكله ما صحيه؟ ده في اكتر من 20 سبب يثبت لك وزنك. قولي لنا بقى. تعالي اقول لك على اكتر حاجه منسيه، كميه الكالسيوم اللي انا باخده في اليوم. احنا دايما بنقول الشخص اللي وزنه 70 يعني حوالي 70 مفروض ياخد كوبايه لبن او كوبايه زبادي او قطعه جبنه 100 جرام او كوبايه رايب اللي هو الالبان ومنتجاتها عشان تدي له الكالسيوم. تمام فالكالسيوم مهم. صاحبه فيتامين د، لو فيتامين د قليل وللاسف كل المعامل مطلعانا فيتامين د اللي هو الشمس اللي هو ناخده من الشمس هو اهم مصدر ليه الشمس. تمام ونقف تلت ساعه ما بين الساعه 11 للساعه 12. تمام فيتامين د ده ممكن يكون سبب في عدم فقداننا للوزن. أيوة. لو كان نسبته قليله. ايوه اوكي. الحديد، لان الحديد هو اللي بيشيل الاكسجين للخلايا عشان تحرق فده مهم. الغده، الغده وهرمونات الغده لو هي خامله او على مبادئ الخمول تأثر. هل انت بتاخدي من حد كل بيتعزم عليكي ببسكوت بقسومات الرمرمه اللي ما بين الوجبات؟ مش قادر اقول لا بالظبط. يعني ده طول اليوم للاسف هي جزء من ثقافتنا برضو. احنا بنجامل بعض بالاكل، بنزور بعض بنجيب اكل. يعني ما دي ده ثقافه مش بس. هو الفكره لو انا واحده بحسبها بالسعر اوكي يبقى ساعتها انا لازم بقى اخد بالي اللي انا باكله في لكن انا بصراحه ما بنصحش بكده. انا بصراحه اللي انا بنصح
لو حد في عيد معزوم رايح فرح يا جماعة كله وتهنوا وبصوا على الجانب الإيجابي اللي انتوا انبسطتوا، الاستريس بتاعكم راح اللي احنا كنا بنتكلم عليه، ما نقعدش نظلم نفسنا، ما نقعدش نظلم نفسنا، نقدم ضميرنا احنا كلنا قد ايه. لكن بقيه الاسبوع اشيل بقى نحاول نشيل السكريات، نخليها مثلا يعني معلقتين ثلاثه سكر، واخده بالك؟ لكن خلي بالك كمان ان السعرات والسكر مختفي دلوقتي في اكلنا. يعني عايزه اقول لك اللي ممكن جدا الام تجيب زبادي بالفواكه لابنها وهي مش واخده بالها اللي فيه الزبادي ده ثلاث معالق سكر. مثلا العصير فيه 4 معالق سكر سواء فريش او معلب، ففي السكر ده مختفي، فنخلي بالنا. حلو. طب الناس اللي عندها سكر تعمل ايه برضه؟ انا عايز اخس، انا عايز احافظ على وزني، انا عايز ادخن، يعني برضه مش عايزين ننسى الناس اللي عايزه تدخن. لو الشخص اللي عنده مرض السكري ده السكر عنده مظبوط بيتعامل كشخص طبيعي، تمام؟ اوكي. بس بنحول بقى النشويات البسيطه اللي هي في الرز الابيض والعيش الابيض، بنخليها رز بسماتي وعيش بني عشان ما يرفعلوش السكر ويقللوا بسرعه، لان دي حاجه مهمه. تمام. بنحاول نقول له خلي بالك من الادويه ومواعيد الادويه ومواعيد الايه تحليل السكر. يعني مريض السكر ده المفروض يكشف ويحلل السكر بتاعه 5 لـ6 مرات، واخده بالك؟ فلو هرجع اقول لك لو هو معدل السكر بتاعه في الدم طبيعي هيتعامل كشخص طبيعي وهنمشي بالمعدلات اللي احنا قلناها. كويس قوي. الناس بقى اللي عايزه تدخن، ليه محظوظه؟ انا مش اكتر ناس محظوظه في العالم يعني، ما شاء الله. لا ازاي؟ اصل الاكل دي متعه، الاكل يعني ما علينا، هقول اكل وما تخنش يعني. طيب الناس دي برضو تعمل ايه؟ مريض النحافه، او مش هنقول عليه مريض، النحيف. تمام. نفسيته عامله ايه؟ لان في عامل نفسي وعامل ضغط نفسي رهيب. وعلى فكره الناس للاسف مش بس ممكن يقولوا كلمة توجع شوية للإنسان اللي مليان، لا ده ممكن كمان يتنمروا على الإنسان النحيف. أنا يعني بشوف من الناس اللي بتزورني، لا في كلام كتير وبقى خلاص حافظين الرد. أوكي. اللي هو أنا ما باكلش، شكلي تعبان، ها وإيه تاني؟ الشخص ده لازم ياخد باله قوي من المعادن بتاعته، زي ما قلنا الكالسيوم والحديد وضيفي عليه الزنك. الزنك لو قليل في الجسم هتلاقي التذوق وحاسه الشم هتقل، وعشان كده ايام الكورونا قالوا لنا خدوا زنك. ايوه صح. اوكي. صح. الشخص النحيف ده لازم ياخد باله اللي هو ما يفركش في المكان كتير، يعني تلاقيهم دايما طالعين السلم ونازلين السلم، كل حاجه معتمدين على لا نقلل شويه. وعلى العكس بقى يبتدوا يشتغلوا على الاوزان، يشيلوا وزن او بنقول عليها رياضه المقاومه، يلعبوا رياضة مقاومة أكتر من يلعبوا الرياضات الهوائية أو اللي هي اسمها الكارديو. كويس جدا. إحنا مجهزة لنا برضو حاجة كمان. آخر حاجة بقى، عشان طبق الأكل الصحي، هو ده اللي بندور عليه. ماشي. شوفي إحنا أكوردنج يعني أو تبع جامعة هارفارد، تمام، بنقول إن لو طبقنا مدور، تمام، القطر بتاعه 20 سنتي ل25. احنا هنحسب كمان قطر الطبق، يعني لو حد بيسال مش كده يا دكتور، بس ماشي. لو حد بيسال هنقسم الطبق نصين، طبق لونه اخضر وملون واصفر وبرتقالي واحمر، تمام، والنص الثاني هنقسمه الحبوب الكامله، ما بتكلمش على الرز الابيض، ما بتكلمش على المكرونه، اتكلم على الرز البسماتي، تمام. ويا ريت يعني لو ينفع مكرونه تبقى بني، لو ما فيش خلاص او مسلوقه. طيب بس ممكن تبقى عليها زيت، ما عنديش مشاكل. بصي في زيت. اوكي. ده اللي هيتحط على المكرونه او يتحط على البروتين او يتحط واتفر على السلطه الفراخ. اوكي. كويس جدا. والبروتين الصحي. البروتين الصحي اللي هو انا قصدنا بيه اللي هو مش كل يوم مقلي، مش كل يوم ديب فرايد، لان انت بس انا ممكن اكل مقلي مره في اليوم، في الاسبوع. أوكي. مره في الاسبوع، غير كده مرتين لازم في الاسبوع. حاجات مشويه او سمك مثلا، او سمك مشوي او بيض اللي انت عايزاه. برضو هرجع اقول لك انا ممكن احط زيت على البيض واعمله اومليت. اوكي. تمام. أوكي. بس في الاخر انا انت اخدتي بالك اللي ده ينفع لاي شخص ماشي في الشارع، اللي هو يمسك الطبق بتاعه وخلاص انا حطيت الخضار وحطيت السلطه هنا والفاكهه بعد مثلا الوجبه، وبعدين قسمت هنا اهوت، خليت المغرفه دي مغرفه رز او بطاطس او مكرونه، وهنا قطعه الايه اللحوم، واخده بالك؟
هنيجي نتكلم على ده. الميه ده مهم قوي. الميه مش هنحسب فيه لا الشاي ولا القهوه. اوكي. لكن ممكن تحسبي فيه اي خضار فيه ميه، اي فاكهه فيها ميه، اي يعني هنا عشان. ميه او عصاير طبيعيه او لبن، يعني هتحسبي برضو فيها الالبان. كام كوبايه ميه؟ اسهل اكويشن او اسهل معادله، هتقسمي وزنك على 30. يعني لو وزني 60 هاخد اقسمه على 30 يطلع 2 لتر. المفروض اشرب 2 لتر في الايه؟ في اليوم. يبقى احنا بناخد وزننا بنقسمه سمعه على 30. على 30 وزن حضرتك او حضرتك كام تقسميه على 30، يبقى ده المعدل اللي احنا عايزينه في اليوم. نحاول ما نقلش عنه. لو هتلعبي رياضه اكتر من ساعه، لا هنزود اكتر من ساعه لتر ميه. اوكي. هو طبيعي احنا في الجيم تبقى فيه ازازه معانا يعني. بالظبط. اوكي. بس ده على مدار اليوم احنا على مدار اليوم. يبقى انت عندك 3 اطباق زي كده في الفطار في الغداء في العشاء. 3 ما مش هيبقى ملل؟ خليها يعني في ممكن يبقى وجبه واحده مثلا. لا ده طبقي في الفطار وفي الغداء. ده طبقي عشان ما ننساش السلطه الصبح. اوكي. معظم الناس ممكن الخبز كما هنا تبقى فول مثلا الصبح. أيوة. لو انا بتكلم. اوكي. ممكن تبقى عدس، واحنا داخلين على شوربه العدس كمان شويه. ايوه كريم بيحبها. ايوه. ونقدر نحط معلقه زيت على كل وجبه. زيت زيتون يفضل زيت زيتون. أوكي. بس لو في سمنه بلدي هنقول لا. لا هنقول معقوله. يس كويس. فين بقى احنا من الكلام ده من الحلويات؟ الحلويات، الحلويات بعد الوجبه دي مباشره. حتى لو انا اكلت فاكهه ممكن اكل حاجه حلوه يعني. ليه بقى؟ لان الالياف اللي في الخضار والبروتين اللي في اللحوم هيمسك السكر ويحوطه ويغطيه ويخبيه، فجسمي مش هياخد الاضرار كلها بتاعت السكر. يبقى احنا في رمضان بنعمل صح بقى، احنا بنفطر وبعدين بنحلي على طول. فده صح، نحلي على طول بعد بعد كده اضمن لنا من ان احنا نستنى ساعتين. نستنى ساعتين دي هتبقى ابشع حاجه، لان انت هتدخلي السكر بكميه كبيره وفي نفس الوقت مش داخل معاه حاجه تخبيه. اوكي. واخده بالك؟ طيب لو اتكلمنا عن عادات يوميه غلط عند بعض الناس، زي مثلا السجاير الكتيره وتاثيرها على النظام الغذائي بتاعنا، ولو اتكلمنا برضو على فكره هنا العصبيه الزايده وتاثيرها، لان خلي بال حضرتك العصبيه ممكن برضو تؤدي ان انا مش باكل خالص. الناس اللي هي ستريسد على طول دي جدا بيأثر على نظامهم الغذائي، فمثلا الناس دي تعمل ايه؟ شوفي، هو موضوع السجاير ده موضوع صعب يعني. جدا. ده عاده تمام، واصعب حاجه في الدنيا ان انت تكسري العاده بتاعتك. ودايما بشوف ان الانسان اللي بيبطل سجاير ده بيبقى حصل له انسيدنس او موقف خلاه خلاص يعني، لا اما بعد الشر ذبحه بعد الشر، لا اما حصل حاجه مؤذيه لحد قدامه كان بيشرب سجاير، فالموضوع بيبقى صعب. بس دايما بنقول اللي انت ما يبقاش سيجاره وبعديها كوبايه القهوه. يعني دي مهمه قوي النقطه دي. ليه بقى؟ لان انت السجاير بتاخد من مضادات الاكسده بتاعتك بتستهلكها. فعوضي بقى، خدي فاكهه كويس، خدي خضار كويس. اصلا فكره السجاير بعد الاكل على طول دي في منتهى الخطوره. يعني احنا المفروض يبقى قد ايه المده بقى بعد ساعة. ساعه ساعه بعد الاكل؟ الناس ساعة. كلها اول ما بتاكل وبرده مش في رمضان. فده خطر جدا. وبرده مش على الريق. ومش على الريق. مش على الريق. انت جسمك ما بيبقاش فيه مضادات اكسده تاكسد او تمنع الاكسده بتاعت السجاير دي، وانت رحتي على طول اخده السجاير. يعني لو احنا مش هنقدر نبطل عاده غلط، يا ريت حتى يعني نعمل العاده دي، بس مش في التوقيت اللي هو يدمرنا بالضعف. يعني اوكي حضرتك مصمم تاخد سيجارتك، بس خدها بعد الاكل بساعه، ما تدمرش الموضوع اكتر. ونزود بقى الشاي الاخضر او اي مشروب يبقى فيه مضادات اكسده. يعني حتى لو عصير اوكي فيها مضادات اكسده، وخصوصا العصير يا ريت يبقى فريش. ليه بقى؟ الفريش اللي احنا بنتكلم من غير سكر، يعني السكر بتاعه اللي موجود فيه بس. ادي ميزه. والميزه الثانيه لسه مضادات الاكسده ما اتكسرتش. المعلب ده مضادات الاكسده والمعادن وكل الحاجه الفايده اللي فيه راحت وانت اخدتي ميه بسكر. حلو جدا. الحلقه للاسف يعني او الفقره خلصت، لكن هتوعدينا ان كل مره هيكون معانا كده شرح مبسط جميل عشان حضراتكم المعلومه توصل بسهوله. في كل مره ناخد توبيك مختلف. النهارده اتكلمنا عن السعرات الحراريه واهميتها، المره الجايه تحضر لنا بقى حاجه. عندنا فئات كتيره، ممكن كمان نتكلم عن كبار السن ازاي ممكن ان هم يفقدوا يعني سعرات بطريقه برضو بسيطه بالنسبه لهم. أكيد. الى حد كبير يعني. أكيد. في توبكس كتيره. خلاص ان شاء الله تنورينا تاني. بشكر حضراتكم على الفقره دي. لسه بقى عندنا الفقره الاخيره بس بعد الفاصل.